صنعاء المدينة التي لا تنام شوارعها والأسواق ولا تتوقف حركة الناس بداخلها. تستمر الحياة فيها على الرغم من الواقع الذي فرضه تحالف الانقلاب وتكريسه شكل عيش معين على سكانها، ليؤثر ذلك على مختلف جوانب حياتهم، وربما كان الجانب الاقتصادي وتدني متوسط دخل الفرد هو الأكثر كلفة على المواطنين. فبعد إحكام الميليشيا قبضتها على كل مؤسسات الدولة المتواجدة في صنعاء، كان للبنك المركزي نصيبه أيضا، وهو ما دفع الحكومة مؤخرا لاتخاذ قرار نقل البنك إلى عدن. محافظ البنك المركزي منصر القعيطي قال إن توفير أوراق نقدية إضافية وإعادة الثقة للبنك وإنعاش الدورة النقدية هي الأولوية التي تعمل من أجلها الحكومة، فيما اعتبر اقتصاديون أن قرار النقل أتى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وذلك بعد تراجع إيرادات الدولة وتآكل الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية. الانقلابيون استنزفوا أموال البنك المركزي ووصل إلى حد الإفلاس، وبالتالي كان لابد من الضرورة أن يتخذ قرار نقل البنك المركزي إلى العاصمة الاقتصادية عدن. هذا النقل سيوفر كثيرا من إعادة البنك وإعادة وظيفته الاقتصادية على مستوى الوطن اليمني. يظل قرار نقل البنك إلى العاصمة المؤقتة عدن محاطا بتحديات وعوائق كثيرة، فيما يرى متخصصون أن نجاح هذه الخطوة يعتمد على تجاوز الصعوبات لجعل القرار أمرا واقعيا.